وقعت وزاره البترول وإحدى الشركات العالميه على مذاكره تفاهم للتعاون في أنشطه نقل واستيراد وإساله وتصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر. ووفقا للاتفاق ستقوم الشركه المصريه القابضه للغازات الطبيعيه إيجاس والشركه العالميه بتقييم الفرص المحتمله لنقل الغاز المتاح في شرق المتوسط لمصر لتعظيم قيمته عن طريق إسالته. ليتم اعادة تصديره وبيعه بحيث يكون ذا جدوى اقتصاديه، من جانبه صرح رئيس الشركه بان لديها خطط لحفر اول بئر استكشافي في منطقه بالبحر المتوسط في سبتمبر القادم وان نتائج الدراسات السيزميه جيده.